طبعا اول ما قالوا لي الفكره قلت لهم اكيد انا يعني مستعد اشتغل واعمله، يعني دي حاجه من احسن الحاجات اللي حصلت لي يعني السنه دي، ان يقولوا لي ان هعمل معرض للاستاذ انسي ابو سيف. هو الاستاذ انسي بالنسبه لنا استاذنا كبير وجزء مهم في تاريخ السينما تاريخنا كلنا. يعني مش هتصدقي لو اقول لك ان احنا عملنا الكلام ده كله في اسبوعين، عشان الحاله العامه اللي كانت موجوده ما كناش عارفين لو في مهرجان او مفيش مهرجان، وخبر جالنا على اخر دقيقه وكل حاجه اتعملت بسرعه معينه. بس بما ان كلنا كنا متحمسين وحابين اللي احنا بنعمله فربنا وفقنا الحمد لله. هو ده جزء صغير جدا من شغل الاستاذ انسي، يعني عشان انا اعرض شغل الاستاذ انسي انا محتاج متحف صالة كبيرة جدا ووقت وبتاع، يعني ما ينفعش اعمل معرض الاستاذ انسي في اسبوعين وفي وقت ضيق كده. المفروض كان في حاجات كتيرة طبعا استبعدناها، اخدنا الحاجات المهمة الايكونيك الريليتد مع التاريخ مع الوقت مع الزمن مع المخرجين المهمين